بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نحييكم اجمل تحيه هنا من ميدان المرموم لسباقات الهجن العربيه الاصيله في وقائع سادس ايام هذا المهرجان واخر ايام سن الصغار في انطلاقات هذا اليوم لسن الاذاع لهجن اصحاب السمو والشيوخ في هذه الانطلاقات الصباحيه والتي تتواجه من خلالها في هذا اليوم انطلاقة 16 شوطا خاصة بهذه الفئة العمرية في هذا اليوم 11 من يناير لعام 2024 في أول يوم التنافس لسن الإذاعة، حيث تتلاقى وتتجمع هنا هذه المؤسسات العملاقة بالتنافس والتحدي بين أسمائها وبين شعاراتها ليلتقي الجميع فرحا في هذا المهرجان، مهرجان ولي عهد دبي الذي يجمع كل الشعارات ويجمع الأصائل في ملتقى كبير على أرضية ميدان المرموم. أهلا وسهلا بكل الأحبة. قبل قليل أعلنت اللجنة المنظمة للسباق انطلاقة أول الأشواط وأول المنافسات ليشهد هذا السباق منافسة كبيرة وتحدي مثير بين كل الأسماء. نذهب بحضراتكم مع 6 كيلومترات، حاضرين مبشرين الجميع بما يدور من تحدي وتنافس بين الجميع. إلى المقدمة والصدارة وها هي الشاهينية تبدأ في تصدر مشهد السباق في هذه اللحظات، تعود ملكيتها لهجنة الرئاسة وبقيادة المضمر سعيد بن مظفر بن محمد العامري. أما الشاهينية حلت على المركز الثاني وذهبت من خلال هذه اللحظات بالمنافسة مع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، هملولة في المركز الثالث. هملولة مشاهدين الكرام حلت على المركز الثالث، تعود ملكيتها لهجن الرئاسة ويأتي في التضمير في المركز الثالث في هذه اللحظات هنا مع هجن الرئاسة وهملولة مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. انتقل الى المركز الرابع وهنا هجن الشحانية في تحدي مثير مع منحاف وياتي في التضمير فاران بن محمد بن قريع المري اللي ينتقل مباشرة الى منتصف الطريق والى المركز الرابع. المركز الخامس هذا اللي وصلت شقرة، تعود الملكية لهجن الشيحانية بينما جار الله بن محمد بن عقيل المري في عملية التضمير والتدريب يأتي على المركز الخامس. العاصفة تقدم الشاهينية على سادس المراكز بقيادة المضمر غيات الهلالي. المركز الثامن أو السابع من الجانب الآخر تتقدم هملولة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز التاسع هذه أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع. والشاهينية في المركز العاشر لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ها هي النتيجة للمراكز المتقدمة وللمراكز الحاضرة في هذه اللحظات، حيث نسير مع أول انطلاقة منافسات هذا اليوم مع سن الإذاع بما يدور من تحدي مع هذه المؤسسات. كما نشاهد عندما تلتقي الشعارات تتنافس ويأتي جمهور وعشاق هذه الرياضة ليتابع من خلف الكواليس أو من خلف الشاشات ما يدور من تحدي وتنافس سواء هنا في أرضية الميدان، بينما التنافس يأتي بلا شك من خلال جميله وانطلاقاته الغاوية يأتي على الدور مع شواهين أو الشاهينية لهجنة الرئاسة. انطلقت بالمقدمة وبالصراع الأول مع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ثلاثية على مقدمة الشوط، ثلاثية حمراء خضراء بالتحدي والانطلاق لكنها بأسبابها الكبيرة ومنافساتها العملاقة. المقدمة الشاهينية لهجنة الرئاسة مع المضمر والمتابع هنا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما المركز الثاني تتقدم الشاهينية الأخرى هنا مع هذه اللحظات لهجن
الرياسة، وياتي المضمر سعيد بن مظفر بن محمد العامري أم هملولة حلت المركز الثالث لهجن الرياسة، ليأتي العملاق سلطان بن محمد الوهيبي ليحضر كذلك مع هذا الحضور وهذا التنافس، حيث يتقدم بثلاثية كبيرة في هذا المستوى. في هذا المستوى ثلاث راحا مع أول الانطلاقات ومنافسات هذا اللقاء. أول الأشواط الصباحية، من سيبدع ويمتع كل العشاق وجماهير هذه المؤسسات العملاقة في منافساتها الصباحية؟ إلى المقدمة بينما المركز الثالث والرابع وصلت هملولة الأخرى، هملولة لهجنة الرياسة بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس الآن، هناك تواجدت منحافة لهجنة الشحانية وفران بن محمد بن قريع المري في التضمير. العاصفة تقدمت على هذه المراكز، المركز السادس أو السادس والسابع عفوا لهجنة العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الثامن هذا اللي وصل وصلت الآن شقرة الهجنة الشحانية بقيادة المضمر جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. والمركز التاسع الشاهيني لهجنة الرياسة مع بن زيتون، مع بن زيتون. هذه الأسماء اللي حاضرة حتى هذه اللحظات في خضم هذا الشوط، في منافسات هذا الشوط، في ملتقى مشاهدين الأعزاء. لكن العودة إلى الصدارة لتبقى دائما التحديات الكبيرة والمثيرة مع الحمر، مع الحمر الخطر مر وعبر إلى كل العالم الساحر، إلى كل المواقع اللي يريدها. هذا الشعار دائما في المشاركات سواء في السيوف، في الكؤوس، وفي البنادق، وفي كل يعني رموز هذا العالم مساحر تجد هذا الشعار. لابد أن تكون بصماته واضحة ومميزة في كل اللقاءات. إلى المقدمة وهملولة غيرت، هملولة غيرت لهجن الرياسة مع المضمر وباختلاف المضمرين، ثلاثية حمراء. يأتي المجازف ويأتي كذلك العملاق بينما سعيد بن مظفر أيضا يحضر في هذه المنافسة. عودة إلى المقدمة الشاهينية، الشاهينية مع بن زيتون على قائمة الشوط. هملولة تزف الأخبار، هملولة تزف الأخبار بالانتصار لهجنة الرياسة مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، والشاهينية الأخرى لهجنة الرياسة. ياتي سعيد بن مظفر العامري في هذا اللقاء. هملولة قادمة على المركز الرابع لهجن الرياسة مع سلطان بن محمد الوهيبي. 1200 على خط النهاية. العاصفة قادمة على المركز الخامس، ولكن نعود إلى هملولة، إلى هملولة هي المسيطرة حتى اللحظة. هذه هملولة، هذه هملولة في مقدمة الشوط مع هجن الرياسة. شاينية في المركز الثاني لهجن الرياسة، المركز الثالث شاينية لهجن الرياسة مع بن زيتون. تقدم من جديد المجازف. العاصفة على المركز الرابع، هملولة في المركز الخامس لهجن الرياسة. المركز السادس شاينية لهجن الرياسة. سابعا من حافة لهجن الهجن الشحانية أو هذه شقرة. نعود إلى هملولة، نعود إلى الشاينية، نعود إلى العاصفة، إلى الرياسة. العاصفة الرياسة، ولكن عادت الرياسة. كل المؤسسات موجودة، لا أعذار بعد اليوم. المقدمة والصدارة، شوف الشاهينية لهجن الرياسة مسيطرة مع المجازف، مع المجازف تحرك المجازف. مشاهدين الأعزاء بأول الانطلاقات الصباحية، أول المنافسات واللقاءات الودية، لكن هجن العاصفة بدأت تتقدم. هجن العاصفة تتقدم، هجن العاصفة والمركز الأول هجن الرياسة. هجن الرياسة مسيطرة، هجن الرياسة مسيطرة. تحاول العاصفة، تحاول العاصفة في الرمق الأخير، في الثلث الأخير من ملتقى هذا الشوط، 200 متر الأخيرة. لكن الرياسة، الرياسة، الرياسة هي الأول، الرياسة هي الأول، الرياسة هي على المقدمة. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز الشاهينية بأول الانتصارات، أول الانطلاقات لهذا اليوم. المركز الثاني شاهيني لهجن العاصفة، المركز الثالث الشاهيني لهجن الرياسة. هملولة وهملولة على المركزين الرابع والخامس لهجن الرياسة. هكذا مشاهدينا
مشاهدينا الاعزاء، كان المشهد الاول من خلال هذه الحكايه ومن خلال هذه الروايه يبتسم دائما لجن الرياسه في كل محافلها التراثية العريقة. إلى المقدمة والصدارة 9 دقائق 9 ثواني و3 أجزاء من الثانية. تهاني لجن الرياسة وإلى المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الشاهينية في المركز الثاني لجن العاصفة حلت على المركز الثاني ب9 دقائق و10 ثواني وجزئين من الثانية مع المضمر المتابع هنا غياث الهلالي. المركز الثالث الشاهينية لجن الرياسة 9 دقائق 11 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، بنستعين عليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تعلن ثاني انطلاقات هذا الصباح والشوط الثاني الخاص بالجعدان الإذاع من هجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث نسير لمسافة